يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أتيت من مصر للعمل في الرياض، وكان قبل موسم الحج بأسبوعين، فتوجهت إلى مكة مباشرة ولم آتي إلى الرياض، فنزلت بمكة ثم خرجت للتنعيم فأحرمت بالعمرة ثم تحللت وتمتعت إلى الحج، فهل فعلي هذا صحيح أم كان لا بد من الخروج إلى الميقات؟ كان يوم تجي من مصر ناوي العمرة والحج يلزمك الإحرام من الميقات في العمرة وقت مرورك، فأما إذا كنت مررت ما تريد، ما نويت حج ولا عمرة ثم نويت في مكة، تخرج للتنعيم لا بأس. لكن ما صنعته الآن أنك جاي من مصر للعمرة وقلت معي وقت ودخلت مكة وجلست فيها ولا احتمرت من الميقات، كن عمرك صحيحة وتمتعك صحيح، لكن يكون عليك فدية عن ترك الميقات. نعم.